يا الله، وبعدين مع هالحالة يعني بتكون يعني ضل نايم هيك؟ لك مو قدامك طلعت تمشيت مثل القرد وما صار لي شيء أبدا؟ ليش بدك يعني ضل نايم؟ أنت مريض بابا، ومشان تتحسن لازم ترتاح، وهنن عم يحاولوا يخلوا جسمك متوازن لبين ما يلاقوا متبرع، لأنه من الكحول جسمك فاقد توازنه، يعني عم يحاولوا يرجعوه لوضعه مشان ترجع إنسان طبيعي. تعرف إنك واحد بلا ترباية؟ وليش أنت من أين بتفهم بهي الشغلات؟ تفضل شوفي شو بدي أعمل العملية هلا دكتورة؟ فكري بيك. لا 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 لا، شيماء خانم أهلا وسهلا. تفضلي خالي شيماء. فكري بيك، فكري بيك. تفضلي. يا فكري بيك، بدي تسامحني أماني، ما كنت عارفه انه معك مرض خطير. قلعتك انت بهالحاله، والله ما كنت بعرف، مشان الله سامحوني. نسامحك عشو خالي شيماء؟ لك هاد بابا اصلا. شو دخلك بيني وبين شيماء نازل قري قري؟ يلا نقلع على الكافتيريا اشتري لك شغله تسلى فيها. طيب والله انا كثير مقهوره. خالي شيماء، انت منيحه؟ انت منيحه؟ ما يصير فيكي مثل هديك المرة. روح شوف شو عاملة بحالي هالمرة. ليك ابني، ليك ماشي. طيب ماشي، بدكم شي؟ جيب ولا خلص بلاها امشي تضرب. فكري بيك مشان الله سامحني. خلص مسامحك، شو عم تحكي؟ مكانتك كبيرة عندي وغالية كتير، يعني أنا ما بقدر أزعل منك أبداً، وبعدين الاعتراف بالذنب فضيلة، ومشان هيك أنا سامحتك. يعني المشكلة أنا عرفت متأخر، شلون بدي سامح حالي على الشي اللي سويته؟ ما بعرف. المهم شيماء خانم، بما أنك إجيتي لهون طلعيني لبرا مشان الله. والله مليت وطقت روحي من القعدة هون، خليني أطلع لبرا شم شوية هوا، لأنه حاسس حالي رح طق وروحي رح تطلع من محلها. لا 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 لا، مستحيل ساوي هيك شيء، المكان هون مليان ميكروبات. اوعى تفكر تطلع قبل ما نسأل الدكتور. شيماء خانم، الدكتور لا اوعى تنادي له ابدا، اوعى. لا لا لا، شيماء خانم الله يخليكي. فكري بيك الهواء بارد كثير، هلا بتتعب؟ لا لا انا منيح كثير هلا، لا تاكلي همي ابدا. بس الهواء البارد ممكن يأذيك. بسؤالي بسؤالي، انت تحملي شوي. مستحيل مشانك. آها شيماء خانم، كيفك؟ أهلا وسهلا. شكرا خانم، والله الموضوع مو هيك، هو أنا جيت لزوره وهو قال لي إنه حابب يشم هوا برا، بس هيك. إيه ممتاز، كتير منيح عن جد، برافو عليك. شكرا. أنا كنت بدي أجي مشان زورك، بس أجت شيماء خانم وبعدين قلنا خلينا نطلع نغير جو، وبصراحة أنا طلعت معها من كتر ما أصرت على القصة، بس هيك يعني. غير ما عملته بصراحة، أنا فايت لجوا أشرب شاي. طب خليكي معنا شوي. شو هالحظ هاد؟ شافتني ما سكتك، ولا بتفهمنا غلط؟ شو هالحكي؟ ليش لا تفهمنا غلط؟ أنا بعرف إنه شكران وحدة عقلة كبير. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.